خلونا قبل ما نخش كمان على الصحافة العالمية زي ما تعودنا مع حضراتكم نتكلم في بعض الأخبار السريعة. جوردي ألبا، هنبدأ بجوردي ألبا، بيقترب من الهلال السعودي، يمكن فجر برنامج على مستوى التلفزيون الأسباني الشهير في مفاجأة من العيار الثقيل بعد ما كشف أن جوردي ألبا قائد فريق برشلونة سيرحل عن صفوف العملاق الكتالوني. البرنامج قال ان يعني هو برنامج شهير جدا جدا في الرياضه الاسبانيه، بيقول ان جوردي ألبا هيغادر برشلونه الى الهلال السعودي في حال انهى عقده مع اداره نادي برشلونه برئاسه خوان لابورتا. عقد جوردي هينتهي في 30 يونيو 24، يعني مش الصيف ده، الصيف اللي جاي. تم تجديد عقده في المره الاخيره لمده 5 مواسم، و تم تحديد بند فسخ العقد ب 500 مليون يورو. دايما ويردد ألبا في وسائل الاعلام دايما عن برشلونه انه نادي حياتي، بيتكلم ان هو برشلونه نادي حياتي، اضطريت للرحيل ولكني صارعت للعوده مرتين مع عائلتي لافضل نادي في العالم، واريد ان انهي مسيرتي مع برشلونه. في خبر تاني من بوجبا، بوجبا طبعا بيسعى لضم طبعا جرين وود طبعا ده الى اليوفنتوس. طبعا الدولي الفرنسي بول بوجبا بيلعب فيه طبعا اليوفنتوس، بيحاول بقوه دلوقتي اقناع النجم الانجليزي الشاب مانسون جرين وود نجم فريق طبعا المان يونايتد بالانتقال لصفوف اليوفي في الموسم الجديد. بعد التقرير يعني في بعض التقارير قالت ان بوجبا بيحاول المساعده في انتقال جرين وود مهاجم مانشستر يونايتد الى صفوف يوفنتوس. تواصل مع اللاعب، يعني بوجبا تواصل مع اللاعب ومسؤولي اليوفي ايضا تواصلوا مع اللاعب لتسريع الصفقه. جرين وود حضراتكم عارفين بيعاني يمكن بعد التجديد مع المان يونايتد من شهر يناير 2022 طبعا عندما القى القبض عليه واتهم لاحقا بمحاوله اغتصاب صديقته، ورغم اسقاط الاتهامات الموجهه لجرين وود لكن اللاعب ما بيشاركش، ومانشستر يونايتد يعني بيرفض عوده اللاعب الى الملاعب مره اخرى. يذكر كمان ان جرين وود عنده عقد زي ما قلت لحضراتكم مع المان يونايتد حتى 2025، وبيحظى باهتمام كمان كثير من الفرق على مستوى ميلان وروما من اجل الحصول على خدماته في الموسم القادم. النني نجمنا الكبير محمد النني في بعض التقارير بتقول انه بيقرر الرحيل عن ارسنال. طبعا محمد النني نجمنا الكبير بيقول ان النني قرر الرحيل عن ارسنال نهايه الموسم ده. حضراتكم عارفين ان النني ومسؤول الارسنال مؤخرا يمكن مدوا عقد النني لسنه كمان رغم الاصابه، نتيجه طبعا لاصابه، لكن تقديرا للنني تم طبعا تقديم العقد حتى 2024. بالرغم عن كده غياب النني عن المباريات بالنسبه لفريق الارسنال لنهايه الموسم الحالي طبعا بسبب الاصابه والجراحه اللي اجراها في الركبه، لكن موقع الصباح التركي كتب ان محمد النني في طريقه للرحيل عن الارسنال في سوق الانتقالات الصيفيه الحالي اللي طبعا هيفتتح ابوابه طبعا مع الشهر القادم. اضاف الموقع ان الواجهه المقبله لمحمد النني هي نادي بشكتاش التركي في ظل رغبه النادي الشديده في ضم محمد النني مره اخرى لصفوفه. حضراتكم عارفين ان النني كان خاض تجربه مع بشكتاش التركي على سبيل الاعاره لمده موسم، ده كان في موسم 2019 و2020، ده طبعا قبل ما يعود مرة تانية إلى الجانرز والأرسنال من جديد. كمان كشف الموقع عن أن هناك اتصالات مبدئية تم ما بين إدارة نادي بشكتاش، ورحب خلالها اللاعب بالعودة مرة أخرى إلى الدوري التركي. محمد النني طبعا حضراتكم عارفين انضم للأرسنال في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2016، قدم وكان طبعا جاي من بازل السويسري، وقبل الإصابة كان أحد الحقيقة أحد العناصر مهمة جدا اللي بيعتمد عليها الأسباني ميكيل إرتيتا المدير الفني للأرسنال بوجود محمد النني كقائد وكشخصية وكابتن لفريق الأرسنال. مهم جدا إن النني طبعا ما شاء الله عليه، لكن يمكن الإصابة للأسف جت في وقت كان صعب جدا. النني كان بيقدم مستويات رائعة ويمكن كان
أرتيتا بدأ يشاركه بشكل أساسي في مباريات كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي. ولكن يعني خلينا نتكلم دايما اللاعب لازم يكون متواجد في الملعب. الإصابة هتعطله شوية، الأرسنال يعني اداله كمان عقد لمدة سنة، ولكن من الوارد ومن الجائز أن يكون النني في الدوري التركي الموسم القادم.